أميرة، يعني الموضوع صعب قوي. يعني انت بدأت ازاي؟ يعني ما شاء الله في السن الصغير ده وتوصلي الانجازات دي، بدأت الخماسي ازاي؟ انا في الاول خالص بدات سباحه، دي كانت اول حاجه لعبتها، فعلا يعني ما كنتش اعرف الخماسي ده خالص. وبعد كده في مدرب فتنس بتاعي قال لي في حاجه اسمها ثنائي، دي حاجه من ضمن الخماسي، قال لي انت كويسه في الجري وكويسه جدا في السباحه، والسباحه كانت في الفتره دي قويه، البوينتس عليها كثيره. فجربت اول بطوله خدت فيها تاني، وبعد كده اللي هو جري الثنائي، جري جري وسباحه. وسباحه، اول بطوله خدت تاني. وبعد لا كده البطوله ده اللي ايه ده بعدها، حلوه دي، انا عايز العبها. انا اصلا كده ما كانش لسه في دماغي ان انا هلعب خماسي. لا كان يعني انت عندي حبيت اللعبه قلت ده انا خدت تاني خلاص انا عايز العبها. يعني بصراحه الخماسي فرصه كبيره قوي واسرع بكثير. يعني انا بجد في السباحه يعني عملت مجهود كبير، وكنتش لسه دخلت المنتخب. انا الخماسي من بطولتين اتاهلت بطوله عالم في جورجيا، اول بطوله عالم ليا كانت باسل وترياسل، خدت اول هناك. فطبعا دي حاجه كانت في السباحه صعبه جدا، زي ما حضرتك شايف ان السباحه فيها لعيبه كثيره قوي ما بيعملوش اي نتيجه، يعني مفيش حد جاب ميداليه ممكن اولمبيه زي يلعب ويبطل الخماسي ما يحققش نتيجة بالظبط. دولية، صحيح؟ ما بيعمروش فيها كمان. فبصراحه يعني انا يعني بحمد ربنا بصراحه ان انا عرفت بصي، هو الخماسي. ربنا بيسهل لكل واحد طريقه. انت ربنا سهل لك يعني الخماسي انت لقيتي نفسك فيه. طيب خلصنا السباحة والجري وتفوقنا فيهم زي ما قال كابتن هشام في الأول، انه انت بتلعبي ثنائي وبعد كده بتضيفي لعبات، بعد كده ضفتي ليكي ايه بعد كده؟ رماية. رماية. قعدوا هناك في البطولة بطولة العالم في جورجيا دي 2015، انا بدايتي في الخماسي 2015. فقالوا لي جيبي طبانجة من هناك وابداي خشي الثلاثي، انت كويسة ومفيش لعيبة كتير تقدري ان انت تقدري تخشي بسرعة في اللعبة. فجبت الطبانجة ولعبت اول بطولة خدت فيها خامس، دي كانت كانت فين؟ هنا في القاهرة، القاهرة، تمام. كابتن جمهورية. وبعد كده بطولة بعدها خدت أول، دخلت المنتخب بقى من ساعتها. احنا بنتكلم في 2015، يعني من ست يعني سنين يعني انت كان عندك 13 سنة، 13 سنة بتلعبي منتخب. كل ده في سنة، دخلت المنتخب 2016، من 2015 ل 2016. بس خلي بالك يعني الرماية صعبة، ازاي اتقنتيها؟ بيقول لك اشتروا الطبانجة وتعالي لي عشان اعلمك. طب ازاي يعني بسرعة ازاي اتعلمت كده؟ هي بالتمرين بصراحة، ومدربين بصراحة ساعدوني. يعني الحمد لله ربنا وقف لي مدربين وقفوا جنبي بطريقه يعني ما حدش يتخيلها، في كل حاجه كانوا بيساعدوني، في كل حاجه، كتمرين، كمنتل، كراحه، ككل حاجه. خلصنا الرماية، دخلنا على ايه؟ السلاح بقى، صعب يعني لا صعب السلاح دي السلاح. انا دي اكتر لعبه انا بحبها اصلا. طبعا دي بص يعني يعني اقول ايه، اميره عقدتني، انا اقول دي هتبقى صعبه، تقولي لا دي انا بحبها اكتر. لا لا لا، اللعبه دي بصراحه يعني ممكن، يعني هي يعني في الوقت اللي انا فيه ده كان، او يعني الوقت اللي انا فيه ده دلوقتي بقى، يعني اوفرول اللعبه بقت كلها كويسه يا بالنسبه اميره لي. انت مثلا بيبقى عندك 14 15 سنه ويلبسوكي بدله السلاح ويقولوا لك تمسكي السلاح كده، في ناس في السلاح بتبتدي من 8 9 سنين، انت في فرق 5 سنين ما لعبتهاش. ايوه بالظبط فعلا. بيبقى صعب يعني انت بتتعلم اللعب على كبر، ولازم بعد ما تتعلم على كبر تتمرن مع بتوع السلاح وتبقى زيهم. بالظبط، كلامي انا مظبوط اصلا ولا؟ اول مره العب في، يعني اول مره البس بدله في حياتي كانت في بطوله بره، بطوله اوروبا في بولندا، بس لعبت كويس جدا الحمد لله. يعني يعني طب خلصنا السلاح، دخلنا دخلنا فروسية بقى بقى الفروسية. دي فروسية هي اكتر لعبة بحبها. الفروسية، يعني انا لسه ما بداتش الفروسية بصراحة كتير قوي، بس هو كان في استعجال شوية، ان انا يعني الحمد لله كنت يعني متفوقة، فكنت بلعب بطولات سينيور وبتاهل فاينل، فكان المفروض ان انا العب عندك فروسية. حصان ولا بتلعبي فين؟ لا لا، فروسية بنبقى هي الخيل قرعة ده في البطولة، وغير كده الاتحاد بيبقى موفرلنا الخيل دي، لا اما بتبقى برايفت بقى مع المدرب انت بتتمرن معاه.